رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد على استقلالية جنوب تيرول. وزير الداخلية يطالب بمنع شامل للأسلحة في الأماكن العامة. مخاوف من أذرع إيران في أوروبا من هجمات مستقبلية. البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم إلى 3.6% في العام 2024. التحقيق مع شرطي نمساوي أهان سوري وتسبب له بإصابة. تحذير من صيام أطفال المدارس في رمضان. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان. أعادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تأكيد التزامها بميثاق الاستقلالية لجنوب تيرول خلال زيارتها لبولزانو. وتطلع حاكم جنوب تيرول أرنو كومباتشر للمضي قدما في قانون دستوري ملائم لحالة الاستقلال، وتم توقيع اتفاقية بخصوص خطة التنمية والتماسك، حيث من المتوقع تخصيص 100 مليون يورو لجنوب تيرول من صناديق أوروبية لتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت ميلوني على العمل الجماعي لبناء اقتصاد قوي، وتأتي هذه الزيارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في جنوب تيرول. دعا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا إلى حظر شامل للأسلحة في الأماكن العامة بما في ذلك السكاكين لحماية الناس وتعزيز الأمان. وطالب كارنا بقانون يحظر حمل الأسلحة خارج المنازل، ويستهدف القانون الحد من المخاطر وتطهير الشوارع من المعتدين حسب زعمه، وسيحظر حمل أنواع معينة من السكاكين مع استثناء السكاكين الأساسية لبعض الأنشطة مثل رذاذ الفلفل للدفاع عن النفس والذي سيبقى مسموحا به، إضافة لسكاكين الفاكهة. يذكر أنه يوجد إجراءات مشابهة في ألمانيا وإيطاليا. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن وجود مخاوف في أوروبا من ميليشيات إيران وأذرعها مثل حماس وحزب الله. وتخشى السلطات الأوروبية من تهديد أمني جديد في ظل الصراع بين حماس وإسرائيل. ووفقا للصحيفة، اعتقل في ديسمبر الماضي في النمسا والبوسنة والهرسك مجموعتين مختلفتين من اللاجئين الأفغان والسوريين المسلحين، وضبطت بحوزتهم صور لأهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا في الهواتف المحمولة لبعضهم، مما يشير لأن الدافع هو الحرب في غزة. توقع البنك المركزي النمساوي انخفاض التضخم في النمسا إلى 3.6% في 2024، أي نصف ما كان عليه في 2023. وتوقع أيضا استمرار التراجع في 2025 و2026 بحيث يصل إلى 2.7% و2.3% على التوالي. وتوقع أيضا عودة النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% في 2024 و1.8% في 2025. وبين أن التدابير المالية ساهمت في خفض التضخم بقطاع الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية مع استمرار هذا الاتجاه بوتيرة أبطأ. واجهت الشرطة النمساوية انتقادات واسعة بسبب اتهامات بارتكاب جرائم عنف ضد شاب سوري في بورغلاند أثناء عملية تفتيش. وفي أواخر يناير تم إيقاف شابين سوريين بعد رصدهما بالقرب من موقع محاولة سرقة، وخلال التفتيش تعرض أحدهم لإصابة في الوجه، وزعمت الشرطة أنه تسبب في إصابته بنفسه. وخلال الحادثة قال الشرطي: هذه بلدي ليست بلدك، بلدك ليست هذه، ولن تكون كذلك أبداً. وتقدم محامي الشاب بشكوى بتهمة الاعتداء الجسدي مستندا إلى مقطع فيديو، وقد تم إحالة التحقيق إلى هيئة مستقلة. حذر خبراء من تأثير الصيام في رمضان على الأطفال في مدارس فيينا مع زيادة عدد الطلاب الذين يؤدون فريضة الصيام. وحذرت هيئات حقوق الطفل من تأثيرات الصيام على الأطفال، مشيرة إلى مشاكل صحية محتملة، وأوصت بعدم تجويع الأطفال وتشجيعهم على الاستماع لجسدهم، فيما اقترح البعض استخدام صيام الأطفال مع التركيز على الأنشطة التعليمية والتربوية. وطلبوا أيضا الهيئات بالتعاون مع الجالية الإسلامية لضمان توجيهات صريحة بشأن صيام الأطفال. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.